لليوم الثاني على التوالي تتواصل عمليات النزوح للمواطنين من مناطق شرق خان يونس، كما تلاحظون هنا في هذه الصورة فتيات وعائلات فلسطينية تخرج من المنطقة الشرقية وتأتي إلى المنطقة أو الجزء الغربي من مدينة خان يونس بحثا عن أي منطقة آمنة من أجل اللجوء إليها. أوضاع صعبة، عشرات المواطنين والمئات من المواطنين في هذا الوضع، يعني في حالة سيئة وصعبة، يحاولون الوصول إلى أي منطقة آمنة، لكن لليوم الثاني على التوالي لا مناطق آمنة ولا أوضاع آمنة هنا. يعني الناس تحاول تدبير أي شيء يمكن الاعتماد عليه في رحلة النزوح. عائلات بأكملها نزحت من مناطقها في شرق خان يونس والآن تبحث على مأوى. الآن في هذه المنطقة العشرات من العائلات الفلسطينية تلجأ إلى أماكن أو بعض هذه المناطق التي توجد بها بعض المنازل المتضررة، يعني من أجل الجلوس في هذا الواقع الصعب. العديد من العائلات الفلسطينية كما ترون يفترشون الأرض ويلتحفون السماء دون أي مأوى، دون أي أغطية كما ترون في هذه الصورة. حكون نطلع خلو البلد، طلعنا لقينا في 5 دقائق دبابة جنب دار، طلعنا تحت الطخ وتحت الضمان، طلعنا زي ما احنا طلعنا واخذنا شي معنا. والله طلعنا حافين من بنسقال واخلاء، عمليه اخلاء، وطلعنا نجري في اولادنا، ما اخذناش ولا حاجه، واحنا حاليا كنا موجودين في المدارس، وربنا عالم بوضعنا وبحالنا كمان، وطلعنا من اسوأ لاسوأ. كيف مدبرين حالكم؟ والله هنا قاعدين في الشارع نطلع على الناس اللي بتاكل وبتشرب، والحمد لله هي اولادنا شهين وشهين. وين نروح؟ ملناش منوى يعني نتوه فيه. وين نروح؟ مش عارفين وين نروح. اولادنا جعانين يعني، وين نروح؟ ولا مصروف ولا فدينا حاجه، ولا قادرين نروح على مطرح عشان معناش خيمه تتوينا. وين نروح؟ هينا قاعدين في الشارع، لما تيجينا نضل نموت ونتريح. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، في كل واحد عمل فينا هيك. هذا 10 مرة الحين انا بنزح من بيت، وتحت القصف بنسيل لما روحنا كان في قصف وضرب طيران وقصف والكاوتر بتضرب والدبابات والمدفعيه بتضرب وكله كان شغال تحت النار روح. والحين احنا في خان يونس الشارع، وين لكم مكان تناموا فيه؟ والله انا شايف المكان اللي انا فيه هذا مفرش الحصير وقاع في الشارع هاي. عشرات العائلات التي تفترش الأرض وتلتحف السماء في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة ومعقدة هنا في مدينة خان يونس بعد عملية النزوح الكبير من مناطق شرق خان يونس إلى المناطق الغربية التي تخلصت فيها المساحة الآمنة، وسوف تزداد المعاناة بصورة كبيرة في ظل استمرار عمليات القصف الإسرائيلي ووصول الإصابات والشهداء إلى مجمع ناصر الطبي. إبراهيم قنا، مدينة خان يونس، قناة الغد.